في صورة من صوري جابت ملايين اللايكات، وبعد البحث والتدقيق كان السبب له الرقم الكبير مو وجودي. أصدقائي جميعاً، يسعد أوقاتكم بكل خير وسعادة. الابتسام، الضحك، السعادة، الاستئناس باللطائف، هذا ما يحققه الفن الراقي. درجت عالمياً بمطلع الخمسينات برامج أمريكية خفيفة تحت عنوان كانديد كاميرا، الكاميرا الخفية، وهي نوع من أنواع برامج تلفزيون الواقع، بيصور الناس دون علمهم وبيرصد ردود أفعالهم إذا موقف أو حدث ما، وبعدين بيقلهم كان معكم الكاميرا الخفية. مثال: واحد فايت على محطة بنزين سيارته الفولكس فاجن السلحفة وبده يحبي بنزين، عامل الكازية بيحط البربيش بخزان الوقود السيارة وبيبلش يعبيله، ومنشوف عداد الكازية عم يحرك ويسجل تنكة تنكتين ثلاثة أربعة عشرة عشرين، ولسه السيارة ما تعبيت، 30 تنكة 50 تنكة ولسه العداد شغال والخزان ما تعبى. طبعا الكاميرا على وش عامل الكازية المستغرب والمندهش والمفلوج وما بيعرف شو عم يصير، بينما صاحب السيارة قاعد عم يصفر ويفصص بزر وكأنه الأمر عادي، وبيتضح للناس انه هالسيارة مفصلين لها خزان خاص حتى يوسع هالكم الهائل من البنزين، وبيقولوا للعامل وهن عم يأشروا للكاميرا يلي مخبينا بمكان خفي معك الكاميرا الخفية، وبيضحكوا. لهون ماشي الحال، ما في ضرر ولا ضرار ولا أذى ولا أذية، تسلية بريئة. بيكشفوا الموضوع للعامل بعنق وبينتهي المشهد. مثال تاني، اسمنا عم نحكي ومستر سليم، بنت صبية حلوة بتوقف عابر السبيل بتسأله عن عنوان شارع، بيقول وين قالوا لك، بتورجي ورقة مكتوب عليها العنوان، بينشغل بقراية الورقة، ولما بيرفع راسه عن الورقة حتى يدلها بيلاقي قدامه شخص صيني بدقن بيضة عمره 80 سنة. يعني هو منشغل بالقراية يلي بالورقة، بيمرقوا زلمتين حاملين لوح خشب بلاكيه طويل بيفصلوا عن البنت وبيبدلوا البنت بختيار. عابر السبيل فاتح تمه من الدهشة، بفكر حاله ما عم يجمع. بيطلعوا له بعد ما رصدوا انفعاله بالكاميرا بيقولوا له كانديد كاميرا، وبيضحك الجميع بما فيهم هو نفسه، وتفننوا بهالمقالب وانتشرت قصة الكاميرا الخفية بالعالم كله ووصلت لعنا. وصلت الكاميرا لوين؟ لعند مين؟ لعنا نحنا العرب. إمنا نحن أخذناها وطورناها وعملنا بهارات وإيدين ورجلين وملامح جديدة للكاميرا الخفية، نحن يلي منطور. أولاً، بدل ما تكون المقالب بالبشر الصامتة عملناها متكلمة وناطقة، وبدل ما يكون المقلب عبارة عن ملمح بسيط عملنا كل مقلب نص ساعة، ونحن شاطرين بالمقالب تعرفوا، روح قلبنا الفاينة. بيفتحوا تليفون لصبية مبسوطة بعيشتها بيقولوا لها جوزك عم يخونك مع رفيقتك، تنفلش يا مسكينة. عم نمزح، كاميرا خفية. وهالتاجر بيقولوا له محلك احترق، تجي الجلطة المسكين. كاميرا خفية. ومقالب كتيرة وتقيلة ما بتخطر ببال الجن، وكل مقلب العنم الثاني، يا بتحبطهم يا بتدمر لهم الثقة بين بعضهم، يا بتخليهم يفقدوا أعصابهم، وكلها بتلعب بعواطف الناس. وفي كتير من الناس طلعوا عن وقار ونسبوا وشتموا، وفي منهم من نكش محل الكاميرا وكسرها ويلي رفس المصور ولبط المذيع، وكله في سبيل الإضحاك.
لا وبآخر كل مشهد ولما بيتأزم الموقف كتير فورا المذيع بيخصم المسألة وبيقول بسرعة كاميرا خفية كاميرا خفية، وكأنها تعويذة سحرية مسموح لها باقتحام خصوصيات النفس البشرية والضحك على اللحى والسخرية من الناس وتكريس قلة الأدب وجواز مرور للتمادي واستفزاز الناس المحترمين سواء كانوا مشاهير أو مغمورين. بالإضافة للتصوير السري يلي هو نوع من أنواع الاحتيال، نوع من أنواع المخادعة والتجسس المخابراتي، لأنه عم يتم بدون علم الضحية. وبختام كل مشهد بيحرجوا الضيف حتى يسمح لهم بإذاعة المشهد يلي تم أصلاً بدون موافقته. وبصراحة أنا وهالبرنامج كله على بعضه من بابه لمحرابه ما عجبني منوب، لا فكرة ولا أسلوبا ولا شكلا ولا مضمونا، لا إذاعة ولا تقديما. والغرب يلي أخذنا عنه هالبرنامج وصلان للقمر وعم يتفتل بالفضاء بين المريخ والمشتري وعطارد وعم يحاول يغزي الكواكب، واخترع السيارات والطيارات والغواصة والكاميرات يلي عم أحكي معكم هلأ من خلالها، طالع لنا البترول من أراضينا بآلاته ورافعاته، فيا ريت نقلده بإيجابياته. نحن وللأسف منركض حتى نشتري ونقلد برامجه اللي فيها إرعاب للناس وترويعهم. مثلا في برامج عربية بيستدعوا فيها ضيف لطيارة بيقولوا له رح تسقط الطيارة، في مطبات بالجو وبيعملوا حركات إرعاب والمضيفات عم تخفق رايحة جاي وبيخلوا الناس تحط أجهزة الأكسجين تبع التنفس وبيعلى الصريخ. بعد هالشي بيقولوا للضيف ولراكبين الطيارة مقلب، صدقتوا عملنا فيكم مقلب. أي خرب بيت الضحك، ليش وين الضحك أصلا؟ الضحك على مصايب الناس غريب، إعلامنا غريب، إعلام سادي، برامج كأنها حاقدة على الجنس البشري. ناقصنا يعني حدا بيتلذذ بعذاب البشر. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. لا وفي برامج أدهى وألعن وأدق رقبة بيجيبوا ضيف لبرنامجهم بيقولوا له أنت رح تغني الغنية يلي بتريدها ونحن رح ننزل عليه سحالي وضفادع وحيايا وحشرات وعناكب وأنت عم تغني ولازم توقف غناء منوب، وإذا استمريتوا بالغناء للضيف أو الضيفة لكم جائزة 150,000. وبيبلش الضيف الغناء وبيزدوا فوقه هالبلاوي وخود بقى على جعير وصريخ وعياط وولولة ورعب وهلع، وهالضيف المتسابق رح يطلع من الاستديو بوشه لعند الدكتور النفسي. والحقيقة الحقيقة هو الجمهور هو الضحية، هو المسكين، هو يلي أكل الكم. بيكون هالمشاهد قاعد بأمان الله هو ومرته وولاده الصغار وعم ينطروا تسلية حلوة بشهر رمضان، الشهر الروحاني الاستثنائي العظيم. وإذا بتطلع له هالبرامج السخيفة الخالية من التسلية اللطيفة والمعلومة المفيدة والبسمة الحلوة، والله يرحمك يا دكتور عمر الخطيب يلي كان يمتعنا ويفيدنا ببرنامجه الشهير بنك المعلومات. وبصراحة يا أصدقائي كل أهداف هالبرامج هاي هي الربح المادي من خلال هالزعبرة وهالهراء واللامبالاة والتسيب على حساب الضحك على العقول واحتقار معارف المشاهد والاستهانة بذكائه. وإذا ما كان الهدف هو الربح المادي فالنوايا وقتها غير سليمة، نوايا مشبوهة وتخريبية. كتير من هالبرامج مفتعلة ومركبة ومصنعة، بمعنى أنه الجهة المنتجة بتتفق مع الضيف وقد يكون نجم عالمي شهير مثل فان دام، شاروخان، أنطونيو بانديراس وسواهم، يتفقوا مع النجم حتى يشترك ببرنامجهم الخنفشاري لقاء 200-300,000 دولار نظير ظهوره بأحد الحلقات. مدة التصوير يوم، بيقبل النجم بيركبوا على ظهره بتنصروا عليه وهو قال شو مندهش ومرتعب وعم يصرخ صراخ تمثيلي كاذب وعم يظهر وكأنه غاضب، بس الحقيقة الزلمة بده يقبض المبلغ الكبير ويمشي. ورزق الهبل على مين؟
على المجانين. ولما بيرجع لبلده بيصرح للصحف انه المنتج ضحك عليه وخدعه، كان فكره انه البرنامج ارقى من هيك. شدة السخرية من الناس بتولد عندهم الحقد والشعور بالانتقام او الخجل. اذا اردت ايها اليوتيوبر تعليم الناس فابتدع لذلك برامج جادة تفيد مجتمعك ولنبتعد قليلا عن تخفيف الدم والعبث قبل أن تصبح حياتنا مجرد أضحوكة وأمتنا بين الأمم صعلوكة. لا تخافوا من الجد، الجد لا يعني الجفاء ولا التزمت ولا الانغلاق، الجد يعني أننا وجدنا طريقنا نحو تحصيل المعرفة واكتساب العلم وإثبات الذات والتماثل مع المفاهيم الراقية. والدول المتقدمة يدفعنا التعطش إلى الكمال والطيران إلى مستقبل مضيء. الجد يعني أننا وجدنا أسلوباً آخر للحياة يفضي بنا إلى غايات جسام وآمال عظام. أما الإمعان في الهزل والمبالغة فيه واعتناقه فإن في ذلك موت الأخلاق وانتحار الفضائل وذهاب الهيبة. إن في الهزل مضيعة للوقت والجهد والمال، إن في الهزل خراب العقول وذهاب السماحة وانتقاصا للقيم وازدراء للحياة واختلاط الجيد بالرديء. الأمم لا تنهض إلا على أكتاف وسواعد الجادين سواء كانوا حكاما أو محكومين. التكنولوجيا وتقدم العلم وانتشار وسائل التواصل وتنوعها انتصار ساحق للإنسان وذكائه، وحسناتها التقدم العلمي على وسائط السوشيال ميديا ساحرة وفوائده أكثر من أن تعد، فيما لو استخدم التقدم والتقنية لخدمة البشر. بس للأسف والحسرة ويا عيب الشوم، معظم الناس عم يستخدموا النوافذ المشرعة استغلال غير منضبط وخالي من الذوق، خالي من مراعاة الآداب، حتى يجلبوا الانتباه وتكتر اللايكات ويتفعل زر الجرس، مثل مثلاً العناوين يعني شاهد قبل الحذف، لن تصدق شكل الفنان فلان بعد تقدمه بالعمر، ظهور مفزع للفنانة فلانة وقد زاد وزنها، عند دفنه انظر ماذا وجدوا في القبر، وتعابير أخرى لا مجال لذكرها. أصدقائي عائلتي الكبيرة في الوطن العربي، مو ضروري مين ما دعانا لموقعه على السوشيال ميديا بعناوين غريبة نركض وراه وندق بابه ونعمل له زيارة، بالناس ما زيارة المريبة. نحن ما بدنا نشمت بحدا وما بدنا نتفرج على فضايح أو ننساق وراء عناوين مبتذلة. فلانة تلبس أقصر تنورة، علانة تفركشت على الريد كاربت وانكسر كعب كندرتها، هالنجمة طار فستانها، هالنجم فلت سحابه، هالمطرب ضرب القرصون وهو سكران، إلى آخره من هالعناوين. لا، وفوق ما الأسلوب مشرشح العناوين كاذبة ومرتبة خصيصاً حتى تجذب المراهقين والمراهقات وضعيفين النفوس من محبي اللعب والتلهي بالموبايل. وغالباً هالعناوين ما لها علاقة بالصورة أبداً، ضحك على اللحى. المهم طالما نحن عم نحكي عن الضحك، في اللي بضحكني فعلاً شاب صغير جاهل مهووس بالشهرة بده ينشهر وهو لسه إذا صح التعبير ما فقست البيضة عنه، راسي بكالوريا وما بيعرف البطيخة من اليقطينة ولا الخيارة من الجزرة، فتح قناة باسمه على النت، شغلة سهلة وسريعة، ما بدها ضرائب ولا رخصة ولا موافقات، وبلش صاحبنا على التقيل، يعني صار يحكي بالسياسة ويحلل وينظر ويعطي آراء. زبط حاله بغرفته على طراحة طرية، اشترى ميكروفون كبير وقعد يلعي قلبنا وينفخ معلقنا ويبدي آراءه بأمريكا والصين وتركيا وإيران،
ويتعرض لمشاكل أقطاب الكرة الأرضية من الحكام ما عم يعرفوا يحلوها، بس هو عنده الحلول. وكل ما صار حدث جديد بالعالم بيقول شو قلت لكم أنا؟ شو قلت لكم؟ ما قلت لكم هيك؟ شفتوا شلون صار يلي قلت لكم عليه؟ ما كنتوا تصدقوني. في شيء عم يصير على السوشيال ميديا وعلى التيك توك أغرب من الخيال، أغرب من يلي عم أقوله بكتير. أنا مالي ضد اليوتيوبرية سواء كانوا كبار ولا صغار، أنا ضد الجاهل يلي بيحكي بالشأن العام دون معرفة أو دراية. ويا ريت يكون الهدف الأسمى هو طرح الأفكار الذكية الجديدة يلي فيها تطلع جديد مبتكر، محتوى متميز، قيمة عالية، دون السطو على أفكار الآخرين وتقليدهم. في صورة من صوري جابت ملايين اللايكات، وبعد البحث والتدقيق مثل ما بيقولوا كان السبب لهالرقم الكبير مو وجودي ولا شخصي ولا صورتي، كان السبب انه متصور معي بنفس الصورة شاب يوتيوبري عنده 20 مليون مشترك والناس بتحبه كتير، ونزل هالشاب صورتنا على صفحته، وللأسف محتوى صفحته أو برامجه محتوى بايخ وسخيف. في يوتيوبر سوري شاب بحط إشارة على رأسه، هذا صار مرة يعني بيقلد الزوجة الأجنبية وشلون بتحكي مع أولادها باحترام وأدب ورأفة ولطف وحب وكلام لطيف، وبتراعيهم وبتدللهم وبتستوعب مشاغباتهم، وبيقلد المرأة السورية وبيظهرها بأبشع صورة تضربهم بالشحاطة، دائما الشحاطة بإيدها، شرشوحة لدرجة مقرفة، غريزة لا تطاق، ومبوجقة وألفاظها سوقية منقرضة ما عاد حدا استعملها، ومخجلة بتصرفاتها. وبيعرض هالشاب مشاهد كتيرة كلها سخرية من المرأة السورية تشويه لواقع، بيوحي لنا إنه الغرب متطور ونحن متخلفين. صارت هالبرامج وإنشاءها شغلة اللي ماله شغلة، وما حدا سائل، كله على حط بالخرج، وأكتر من القرد ما مسخ الله. في برنامج فلوغ جميل لشاب أردني اسمه جو حطاب، برنامجه حلو، خلاني أعمل سياحة بالعالم كله وأنا قاعد ببيتي، تصوير جميل، تعليق مهذب، تعاطي مع الناس راقي مهما كانت جنسياتهم، وإن شاء الله يكونوا من مجاهل أفريقيا. شكراً لهالفنان الأردني ولأهل الأردن الكرام، وشكراً من القلب لبرنامج خواطر الجميل الراقي وللأستاذ أحمد الشقيري وأهل السعودية الكرام. يعني عم حاول أتذكر بعض البرامج الإيجابية الحلوة، ما عم يخطر على بالي كتير. هو أكيد في برامج حلوة مفيدة أكيد، بس يبدو لي البشعة أكتر بكتير. بأحد البرامج قالوا لطفل فيك تحبس أنفاسك 5 دقائق، حبس نفسه المسكين مشان ياخد الجائزة، راح فيها توفى الله يرحمه، ما لحقوا يسعفوه. فيكن تاكلوا 10 قطع بيتزا حجم عائلي أو كيلو فليفلة حدة حمراء وبتحصلوا على المبلغ المرقوم، في ناس عملوها ومرضوا ورح يروحوا فيها. الأمثلة كتيرة، لو قعدت من هلأ لبكرة ما بقدر أعدها وأحصرها. شاب على تيك توك بيعمل مقلب بشركة الكهرباء، بيقطع الكهرباء عن حي كامل يلي فيه مستشفيات ومرضى ومصانع ومطاعم ومعامل ومحلات، وكله مشان الضحك. الأذى صار فن مطلوب ومرغوب، ويلي عم يقوم فيه شاطر وذكي، وعم يحقق من وراء هالشي إعجاب ودخل ممتاز وعائد مالي محترم. الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يؤدي إلى التأثير على المخ، وقد يسبب الاكتئاب وقلة التركيز وضعف الانتباه واضطراب النوم لما فيه من إجهاد.
وقد يتسبب أيضا بالوحدة والميل للعزلة الاجتماعية، لأن التواصل بالميديا تواصل افتراضي ليس فيه دفء ولا حميمية ولا مشاركة. ولنحذر من فتح الشبابيك المشبوهة يلي رح تجينا منها الرياح المسمومة. فهذا الفضاء الرحب عطى المجانين والمجاديب والجهلة حق التحليق مثلهم مثل العلماء والفلاسفة، وعطانا ربنا عز وجل نعمة العقل وأنعم بها من نعمة. ما بدنا يعلى رصيد المفسدين والدخلاء على أيدينا ونعمل من التفاهة ترند، فلا تخلوا التافه يعلى رصيده ولا تجعلوا منه كسبان.